العمانيات، وهذا الشوط يتجهز وزميلي محمد بن بريك المري يتجهز لتعليق على هذا الشوط. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للزميل سالم والزميل سعد، متواصلين مشاهدينا الأعزاء. أيها الحفل الكريم، في مساء هذا اليوم ومع انطلاقات أشواط الرموز، حيث انطلق قبل قليل شوط العمانيات، شلف العمانيات انطلقت في هذه اللحظات. نتمنى التوفيق للجميع، كما نزف التهاني لمالك هتان من خطفت الشوط المفتوح، خليفة بن حمد بن خليفة العطية، وأيضا مالك هملول، نهني مالك هملول، عوض بن سالم بن طامي بن عداه العامري، ونهني جميع الفائزين في مساء هذا اليوم. كما تتواصل منافسات أشواط الرموز، ونذكر السادة الفائزين ومن سيفوزون بأشواط العمانيات بأن التتويج سيكون بإذن الله بعد الشوط الرابع مباشرة، أي بعد شوط الخنجر الخاص بالقعدان. الثنايا العمانيات، سنتوجه إلى التتويج لنتعرف على الفائزين وتكريم الفائزين. أيها الأعزاء، ننتقل في هذه اللحظات إلى مجريات وأحداث شوط الشلفة، شلفة العمانيات، وانطلق هذا الشوط، وانطلقت المشاعر، وانطلقت أيضا هذه الشعارات باحثة عن المراكز المتقدمة الأولى في مساء هذا اليوم. مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول هنا سياسة لمحمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي على المركز الأول على مقدمة الشوط، سياسة المركز الثاني، ومن تتقدم على المركز الثاني من خلال هذا التسلل على الكادر الفوقاني، الله، تصل جليحة لناصر بن سعيد بن محمد العيدة على المركز الثاني، ولكن الدخول والتسلل من شعار المسند بزاف، تتقدم تتسلل إلى المركز الثاني بزاف لأحمد بن خالد بن أحمد بن عبد الله المسند على المركز الثاني، جليحة على المركز الثالث، وشعار اللورد مع المركز الثالث، أو جلجلة مع العيدة على المركز الثالث، جلجلة لعبد الله بن محمد بن مبارك، أو جليحة، بالفعل جليحة لناصر بن سعيد العيدة مع المركز الثالث. المركز الرابع تتقدم غرام أحمد بن سعيد بن عبد الله بن بروك الحميري. ننتقل إلى المركز الخامس، مهابة تتقدم لفهد بن محمد بن فهد بن عبد الله الخيارين مع المركز الخامس. هذه النتيجة أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، لمراكزنا المتقدمة الأولى في شوط الشلفة، شوط شلفة العمانية، أقوى أشواط العمانيات في مساء هذا اليوم. الله يا الشلفة، الله يا الشلفة، من سعيد الحظ، من سعيد الحظ. الكل قد استعد، الكل مستعد لخوض منافسات مهرجان حضرة صاحب السمو سيدي أمير البلاد المفدى. ما أجمل الفوز برمز في هذا المهرجان الغالي على قلوبنا جميعا، هذا المهرجان الذي يحظى بتغطية إعلامية خاصة من قبل وسائل الإعلام في دول مجلس التعاون الخليجي، ويحظى بحضور جماهيري كثيف على أعلى المستويات. العودة إلى مقدمة الشوط، شعار صعب المضمرين شاهدناه في الشوط المفتوح ينافس مع هملول مع أبروك بقوة بقوة. الليلة محضر لنا هملولة في هذا، أو سياسة في هذا الشوط، محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي أحد أبناء مرغم البارين حاضر اليوم في هذا الشوط، شوطي رمز العمانيات. المركز الثاني المسند، وبزاف بزاف مع المركز الثاني، أحمد بن خالد بن أحمد بن عبد الله المسند، وناصر المسند أعصابه في هذا الشوط مشدودة للغاية. الله يكون في عونك يا أبو عبد الله يا ناصر المسند، ولكن التسلل في هذه اللحظات، التقدم من مهابة بن بروك يتقدم شعاره في هذه اللحظات ويتسلل، غرام لأحمد بن سعيد بن بروك الحميري، الله، 5 كيلومترات وشعار اللور
اللورد، ماذا ما تناون عليه في هذا الشوط يا اللورد؟ هذا هو اللورد وشعار اللورد يصل مع جليحة ناصر بن سعيد بن محمد العيدة على المركز الثالث، وتتسلل في هذه اللحظات إلى المركز الثاني، المركز الرابع مع المسند مع بزاف، بينما المركز الخامس ومن تصل غزر، مرحبا بغزر مع شعار بن عنزان النعيمي، عبد الله بن عنزان بخاتم العنزان النعيمي، يصل الشعار البرشلوني، يلا يا ابو عنزان، شلفة في الانتظار وشلفة في مهرجان سيد امير البلاد المفدى، شلفة غالية يا ابو عنزان، الله ركز فالتركيز مطلوب، وما زالت هناك اسماء عملاقة لم يحن موعد دخولها، ابرز الاسماء القادمة شديدة، انتظروها في الكيلومترات القادمة. عودتنا الى غرام احمد بن سعيد بن بروك الحميري، وانت مبروك يا احمد، وانت مبروك مع هذا التقدم، الله، انطلقت غرام، انطلقت غرام، يا غرام الشوق، وين الشوق مني، وين الشلفة يا بن بروك؟ بالانتظار، بالانتظار الشلفة، الشلفة الغالية هناك، بعد قليل التتويج، بعد اقل من نصف ساعة سيتم التتويج، يا سلام، 4 كيلومترات وابن بروك الحميري يدفع بغرام في هذا الشوط الحساس، في هذا الشوط الذي أيضا يحبسون فيه المضمرين الأنفاس، تحبس فيه الأنفاس في هذا الشوط يا ابن بروك أحمد بن سعيد بن بروك الحميري، غرام والضيفة العانية من الإمارات للمشاركة في هذا الرمز الغالي، تنفرد بشوط العمانيات، تنفرد في هذه اللحظات وتأخذ الكادر الفوقاني، تأخذ الكادر الفوقاني، وقد قسموا شاشة التلفاز منتصفا للكادر الأعلى وآخر أسفلي، فاجعل الله، روح يا بن بروك روح، المركز الثاني، المركز الثاني غرام أحمد بن سعيد بن بروك الحميري، بينما جليحة على المركز الثالث ناصر بن سعيد بن محمد العيدة، وتصل غزر، تصل غزر، يصل الشعار البرشلوني، أبناء الريان تحمل الرقم 1 ومروحها مروح السعد يا عبد الله يا أبو عنزان، الله، ناموسها في عينها وبرتها، هذه غزر تنطلق على المركز الرابع بهذا الحضور المميز، يا سلام، غزر 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 غزر، خطيرة للغاية، خطيرة على الشلفة، عبد الله بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي مع المركز الرابع، المركز الخامس بزاف أحمد بن خالد بن أحمد بن عبد الله المسند مع المركز الخامس، هذه النتيجة أيها الأعزاء أيها الحفل الكريم، عودتنا إلى غرام، عودتنا إلى غرام على المركز الأول غرام، 3 كيلومترات عن الشلفة، عن الشلفة الغالية، عن الرمز الغالي يا مضمرين، يا جماهيرنا الأعزاء، يا متابعينا الأعزاء، غرام على المركز الأول على صدارة الشوط، صعب المضمرين يصل في هذه اللحظات مع المركز الثاني البرشلوني، تصل سياسة مع محمد بن سلطان بمر خالق تبي، والشعار البرشلوني، يصل البرشلوني، روح يا راعي برشلونة، روح روح يا راعي غزة، الروح روح مع المركز الثالث، تتقدم إلى الثاني، أبناء الريان، أبناء الريان حاضرين مع الشعار البرشلوني، يا سلام، قلنا لك يا، قلنا لك يا ابن عنزان، ناموسها في عينها وبرتها، تبشر بالخير، روحت كانها على قرع الدفوف، روحت كانها على قرع الدفوف، تلقط اللي ديروه بواردية، ما شاء الله تبارك الله، تتسلل غزر، تتقدم غزر إلى الشلفة إلى الرمز الغالي، غزر 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 غزر، دانت غزر مع المركز الأول، هذه غزر بن عنزان يا بن عنزان، حافظ على هذا التقدم، عبد الله بن عنزان بخاتم العنزان النعيمي يدفع بغزر في شوط الرمز، في أصعب أشواط المساء، من أصعب أشواط المساء هذا الشوط، رمز غالي بالانتظار، شلفة بالانتظار، شلفة تحمل اسم مهرجان حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، أمير البلاد المفدى، وأبناء قطر والخليج يا أيضا يبذلون الغالي والنفيس لاختطاف الرموز، غرام على المركز الثاني، أحمد بن سعيد بن بروك الحميري مع المركز الثاني، صعب المضمرين يا صعب المضمرين،
مع المركز الثالث سياسة صعب المضمرين، تتواجد مع الثالث محمد بن سلطان بمرخان وأيضا جليح على المركز الرابع. المركز الخامس تصل جلجلة يوسلو عبد الله بن محمد بن مبارك الخليفي ممثل الدوحة، يصل مع المركز الخامس بقيادة بن شايق حمد بن مبارك آل شايق الشهواني، يتابعها في التضمير ويصل أيضا شعار صايد الرموز لا حضر في الشوط، صياد الرموز اسمه الحالة يسوي زعزعة. تقدمت مهابة فهد بن محمد بن عبد الله الخيارين مع المركز الخامس، يتقدم شعار الخيارين وغانب بن منصور يتابعها في هذا الشوط ويصل المسند وادرين، تصل وادرين محمد بن سعيد بن عبد الله المسند. يلا يا ناصر المسند كيلو ونصف الكيلو، عودتنا الى غزر يوسلم. غزر 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 انطلقت غزر، انطلقت غزر بالمركز الاول تبغي الشلفه، ناويه الشلفه، تبشر بالشلفه، تبشر بالعنزان، تبشر الجماهير العنابيه، تبشر هل الريان وهل قطر في هذا المساء. يوسلم الله 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 الله، غزر تنطلق، غزر تنطلق انطلاق ذاتي. الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الأخير، الحزام الأخضر وبانت المنصة، بانت المنصة يا بن عنزون. الله الله، سالم بن عنزان يتابعها في التضمير، يتابع غزر عبد الله بن عنزان بن خاتم آل عنزان النعيمي. سلام يا الريان، سلام يا الريان، سلام يا الريان، انطلقت مع 700 متر إلى الريان. الشلفة 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 تمسي في الشحانية، تمسي في الشحانية، وانطلق اللورد، وانطلق أيضا بن بروك، وانطلق بن بروك، وانطلقت أيضا جليحة ناصر بن سعيد العيدة. يا سلام الله الله الله، يا أبويا هذا الشوط، يا أبويا هذا الشوط. غزر مع المركز الأول، لا 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 لا، الشلفة مع غزر، مع غزر على ما يبدو. اللورد غادم، اللورد غادم، جليحة قادمة، غزر غزر غزر، جليحة جليحة، اللورد اللورد اللورد، وغزر غزر. يا سلام يا الشلفة يا الشلفة، عذبت الجماهير، عذبت الجماهير. جليحة جليحة، غزر غزر غزر، جليحة جليحة، اللورد اللورد اللورد، الشلفة مع اللورد، الشلفة مع اللورد، تمسي الشلفة مع اللورد. جليحة الشلفة 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 مع اللورد. تهانينا تهانينا والناموس لعبد الله بن سعيد العيدة ولناصر بن سعيد العيدة. المركز الثاني غزر لعبد الله بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي. المركز الثالث، المركز الثالث وادرين لمحمد بن سعيد بن عبد الله المسند. المركز الرابع، المركز الرابع غرام لأحمد بن سعيد بن بروك الحميري. المركز الخامس شديدة، المركز الخامس شديدة لعبد الله بن غانم بن سلطان الهديفي. إذن جليحة تختطف ناموس الشوط في الوقت القاتل والحساس. تهانينا أيضا لمن قادها المضمر حمد بن راشد بن راية. إذن هذا هو ملخص الشوط، واللورد يتقبل التهاني على هذا الفوز المستحق في مساء هذا اليوم. تهانينا والناموس لعبد الله بن سعيد العيدة اللورد، من أيضا حضر وحضر جليحة في هذا الرمز الغالي. التوقيت الزمني 12 دقيقة، ثلاثة وعشرين ثانية ثم الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك جليحة ناصر بن سعيد بن محمد العيدة، والشلفة سيلاوية في هذا الشوط. تهانينا أيضا لعبد الله بن سعيد العيدة، كتم أنفاس كانت في هذا الشوط. غزر ما قصرت، الله يقول الحق، قدمت مستوى أكثر من رائع في مساء هذا اليوم، وهنيك على هذا المستوى يا مالك غزر. توقيت الزمن 12 دقيقة 24 ثانية، خمسة أجزاء من الثانية. تهاني وناموس لعبد الله بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي، وتهانينا أيضا لسالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي، وأيضا لسعد بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي. تهانينا وناموس لهم جميعا. المركز الثالث يصل شعار المسند.
وتصل وادرين حيث قطعت المسافة في 12 دقيقة 26 ثانية ستة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك وادرين محمد بن سعيد بن